السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم انشغالات امرأة جزائرية. كما راكم تشوفوا جبت لكم هذا الديكور وطريقة احتفال سارة حنيش بمناسبة خروجها من المستشفى. كما راكم تشوفوا ديكور ما شاء الله، على الاقل اللي مقبلين على الولادة ياخذوا بعض الافكار لما لا. وبالنسبة اللي دارت لها الديكور او اللي دارت لها الحلويات راح نخلي لكم صفحات ديالهم في صندوق الوصف. تقدر اي وحدة ديروا كادو لبنتها او خوتها اللي مالا ولا نفسها هي، راح نخلي لكم في صندوق الوصف الصفحات ديالهم. كما نشوفوا الديكور ديالها ما شاء الله، ان شاء الله ربي ما يحرموا من هذه الفرحة يا ربي، يقولوا امين. كما نشوفوا ديكور تاعها شباب بزاف، عجبتني هذه تاع التسبيح، يعني ما شاء الله طريقه يعني حاجه جديده. اللي خدمت لها لي كارتو تاني حنحط لكم الصفحه ديالها في صندوق الوصف. كل حاجه درتها لها بالشان وطبع ما شاء الله. نروحوا مع بعض لشومة تاني كانت خدمتها لها، يعني ما شاء الله كل حاجة بالشن وطبع. العقيبة الكامل اللي راهم معنا ان شاء الله يا ربي. كما نشوفوا الحلويات التقليدية الجزائرية الغنية عن التعريف، البقلاوة كما نشوفوا، وطبعا المشوشة اللي لازم تكون في الفاس والطمينة الجزائرية. الحلويات الجزائرية كما نشوفو تاني بشان وطبع درتهم لها ما شاء الله. نروحو للمشوشة، مشوشة جزائرية غنية عن التعريف، طبعا لازم في نفاس تكون حاضرة. يعني ديكور ولا أنواع درتو لها ما شاء الله. كما نشوفوا الطمينة الجزائرية، وكل واحد كيفاش يحب يديكوريها، يعني هذه تبقى مسألة ذوق، لكن ديكور عجبني مع المشوشة. طبعا دائما هذا من عادات وتقاليد جميع الجزائريين، المشوشة والطمينة لازم تكون كي يكون عندنا مولود جديد. بالنسبة للديكور شوفوا هذه اللي دارت لها ديكور، جبت لكم نوع من الديكورات اللي يديرهم، دير تاني في الأعراس، دير بزاف عفايس. راني جبت لكم يعني كيما قلت لكم الصفحة ديالها راح تلقاوها في صندوق الوصف. كما قلت لكم دير ديكورات ما شاء الله، أنا عجبوني كامل لي ديكور اللي دارتهم. وبهذا نقول لكم متى الفيديو تاع اليوم، نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا.